ممكن أول تفاعل باش نعمله بعد الملاحظة اللي عملوها مقبليك على تصريح متاع المترشح للانتخابات التشريعية اللي جبد على سفير فرنسا. العديد من التونسيين مستغربين لسكوت الحكومة الحالية معناها قدام العديد من المغالطات اللي قايمين بها العديد من الأحزاب وعديد من الشخصيات المترشحة. مغالطات اقتصادية خاصة، تشكيك في سيادة تونس على ثرواتها، تشكيك في جدوى الاستثمارات الخارجية، تشكيك في جدوى ومنفعة المؤسسات المصدرة كليا. كله نحبوا نكسروه والكل نحبوا نشكوا فيهم. هذايا كما قلت انت سيادتك مقبليك مش فاطنين، اللي ثم ناس تسمع، ثم مستثمرين اجانب يسمعوا، ثم سفراء وقنصليات قاعده تسمع، والاخبار الكل قاعده تجي. كيفاش ترى انت، كيفاش شنو السبب سكوتكم؟ يعني ندرى عندكم معلومات باش تجاوبوهم، يعني ندرى عندهم الحق، بالك شي عندهم الحق، يعني ندرى ماكمش واعيين انتم بيتكم، انتم بيتكم الضارين كاحزاب في الانتخابات هذه، ضريتوا بان بيلون كي ديسكوتابل كما قلنا، فيها ما يتقال، لكن ضريتوا زاده بهالافتراءات واللي نبنيوا عليها الحملات الانتخابيه نتاعهم. ما فهمناش شنو سبب سكوتكم. وصلت الفكره نافع نايفر، تفضل سي زياد. شوف معناها للاسف فما تصاعد برشا الخطابات الشعبويه اليوم على مستوى البلاد، اللي كما تفضلت effectivement en méconnaissance totale des règles basiques ساعات de l'économie et même du bon sens. اليوم توانسة في حاجة إلى خطاب سياسي راقي اللي يعطيهم المعطيات الصحيحة، سواء في المجال الاقتصادي ولا حتى في السياسي، لأن نحكيو على ناس اليوم قاعدة تغالط في التوانسة في المجال السياسي وتعطي فيهم في حاجات كأني معلومات وهي في الحقيقة مغالطة. نشوفوا في تلفز ومؤسسات إعلامية كبيرة منخرطة في أجندات انتخابية وسياسية، وهذا أمر ما يليقش بطبيعة الحال، واللي نحن اليوم نعتبره أنه الديمقراطية متاعنا باش تتقوى وباش تقف وباش المواطن يختار بكل حرية. الحكومة ما قامتش بها، علاش الحكومة ما قامتش؟ علاش ما جاوبتش؟ شوف علاش ما خرجتش أرقام؟ شوف مسؤوليتها الأولى. أنا كنائب اليوم مانيش باسم الحكومة، ولكن اللي نعرفه أنه في كل فرصة التي تتاح قاعدين نعطيه في المعطيات وقاعدين نوضحه، ولكن شوف فما ناس تحب تغالط، يعني يقول لك اليوم قاعدين يحب الأصوات الشعبوية هذيك وإحنا نتفرجوا فيهم، والناس اللي عندهم أجوبة مش يجاوبوا، ولهذا الكلنا باش ناخذوا الطريحة على جرتها. الثورة قاموا بها البطالة، وقاموا بها اللي يسكنوا في المناطق الداخلية. كان من المفروض ما قاموش بها الناس اللي تخدموا حبوا يحسنوا شهريهم، هذا من المؤكد. كان فيها حتى الناس تخدم فيها. اي اما اللي قاموا بها الاندلاع الثورة صارت من المناطق الداخلية وصارت من البطالة وصارت من المناطق المهمشة. وكان من المنتظر ان الأولوية تعطى لهم. فش عشنا اللي من 2015 مثلا، ما نرجعش 2010 زيد. 2015 البيجي معناها ميزانية الدولة 27 مليار، باش تتعدى 2020 ل 47 مليار، زيادة 20 مليار 75%، بينما ميزانية التنمية باش تكون في حدود 6 ولا 7 مليار دينار، ما تتغيرش مدة الخمس سنوات هذه. واحنا يلزمنا نحسنوا البنية التحتية ونحسنوا جاذبية المناطق ونحسنوا الخدمات العمومية ونحسنوا الخدمات اللوجستية ونحسنوا التعليم. يا لندرا باش نكملوا بنفس المقاربة، نزيد الماء زيد دقيق ونحيو الزيادة في البيجي، ماهيش ما تمسش التنمية وماهيش بتمس الناس اللي قاموا بالثورة. وصلت الفكرة. شوف احنا نمنوا بانه لازم يكون فما ميثاق اجتماعي اليوم بين الشركاء الاجتماعيين وبين الدولة، يوضح الرؤية على خمسة سنوات القادمة، خاصة في مسألة الأجور ومسألة أوضاع الأجراء. احنا نمنوا بانه كما قلت انت البطاله اللي قاموا بدور كبير في الثوره التو مازالوا ما لقاوش حظهم كما ينبغي، رغم كل الجهود اللي تمت ورغم مئات المليارات اللي تم انفاقها. ولكن ايضا الاجراء قاعدين يعانيوا، احنا نشوفوا اليوم مع التوانسه اللي في قفته واللي وضعه صعيب، ولكن ما يلزمش يكون هذا على حساب التوازنات العامه للدوله، وما يلزمش يكون هذا زاد دي زوغمونتاسيون انفلاسيونيست اللي هما بيدهم باش يخلقوا زيد التضخم، وبالتالي يزيد الماء يزيد دقيق ونزيدك في الشهريه ونزيدك في الاسعار وما عادش نخرجوا من هذا. قداش نعاودوا فيها؟ عندنا سنوات احنا نعاودوا فيها، نحن حتى
حد متقطع بها دونك ماشي الهاويه. نحن مقتنعين بانه اليوم بلادنا ما تنجم تقدم الا باصلاحات كبيره على مستوى الماكينه نتاع الاقتصاد ومحركات الاقتصاد الاساسيه اللي هي خاصه الاستثمار والتصدير، وكذلك ماكينه الدوله وماكينه الماليه العموميه اللي يلزمها اصلاحات لمنظومه الدعم، لمنظومه المؤسسات العموميه، لمنظومه الاجور، وبطبيعه الحال لمنظومه الصناديق الاجتماعيه اللي هي عملنا فيها خطوه ولكن نجات عندنا برشا تحديات. خطوه عملنا فيها انا حتى شيء، السي ان سي اس ما عملنا فيها حتى شيء، والسي ان بي اس زدنا عامين اختياريين وزدنا 3% على ميزانية الدولة. عملنا القانون، عملنا قانون التقاعد اللي هو القانون رغم اللي هو ماهوش بارفي وناقص، ولكن القانون هذا يسمح بتحقيق بتخفيف على الأقل اليوم العبء على الصناديق. زياد سامحني، راهو بالتعديلات اللي صاروا، ومع 3% اللي هي مع ميزانية الدولة، في 2030 السي ان بي اس باش تكون خاسره 3 مليار دينار. قلت لك ما يحلش المشكل بجهه، هذا يلزمنا نقوموا بها ولكن يعاون مومونتانيمون. هذاك علاش قلت لك انا من بين الاصلاحات هي منظومه الصناديق اللي يلزم باش نضمنوا المتقاعدين اليوم خدموا وتعبوا، باش نضمنوا لهم جراياتهم، نضمنوا لهم عيش كريم، ونضمنوا لهم ايضا تعديل الي في جراياتهم. يلزم جراه ويلزم اقدام ويلزم ان تايمينغ بريسي ويلزم معناها اون برون لو بار ليكور. سؤال اخر يهم هذا راهو ما ينجم يتحقق الا ببرلمان مره اخرى متماسك منسجم. ماهوش باش يكون ناملوا التوانسه مازال عندنا فرصه مازال انتخابات مصر نحلموا. اذا كان نعتقدوا اللي باش يصير برلمان متماسك نحلموا، لهذا يلزم اونكور اون فوا مشروع يتبسط وتكون ان ابيل الونيون، ويلزم الناس الكل تتحط قدام مسؤولياتها، وهذا دور رئيس الجمهوريه. أنا ايضا نمشي معك ونعتبر انه العائلات السياسيه الكبيره يلزم تكون عندها اوزان كتل قويه وتمشي موحده، لانه هذا باش يسمح بانه يكون فما برلمان. وانا مادام ما صارتش الانتخابات مادام عندي امل ان التوانسه ينتخبوا احزاب اللي تعبر على السونسيبيليتي بوليتيك نتاعهم بما يسمح لخلق برلمان اللي قادر باش يحل الاشكاليات هذه. شوف انت العشرة دقائق نتاعكم تحكيوا على الماضي نتاع والمستقبل نتاع البلاد. العشرة دقائق نتاعكم انتوما نافع نايفر، انتوما تختاروا شنو تحكي فيهم كما تحب. عندنا فيما يخص علاقتنا بالاتحاد الاوروبي في من 1995 معناها ابرام اتفاق التبادل الحر، 2010 الصادرات نتاعنا ضعفت ثلاث مرات، كان 3 مليار اورو ولات في 2010 في 15 سنه 9 مليار اورو. من 2011 ل 2018 الصادرات نتاعنا زادت مليار واحد. من 2011 ل 2018 ولات 10 مليار اورو. كيفاش ترى شنو سبب هالستاغناسيون نتاع التصدير نتاعنا لاوروبا، وكيفاش ترى الحلول؟ خاطر هو شريكنا الاول. أنا نمن بأنه تونس، وهذا اللي حطيناه في برنامج الاقتصادي، هو أنه تونس لازم تكون اليوم تخدم على التغيير من منوالها التنمية، باش نبنيو على القيمة المضافة، ما يلزمش نكونوا فقط أوني لا أونيكمون بور لاسومبلاج ولا أونيكمون لا بور لا سو تريتونس، يلزمنا نمشيو الكو تريتونس، يلزمنا نمشيو نخدموا على مشاريع مجددة، يلزمنا ندفعوا للتجديد، الابتكار، الانوفاسيون، الكونتوني التكنولوجيك، ونزيدوا نندمجوا في المحيط نتاعنا خاصة الافريقي، لأنه عندنا إمكانية بوتنسيال دو ديفلوبمون كبير أيضا للتصدير في اتجاه افريقيا مش فقط في اتجاه أوروبا، وكذلك أيضا بطبيعة الحال إصلاح عدد من القطاعات. تعرفوا تعرف اللي احنا انطلقنا وخدمنا مع بعضنا في لحظة على قطاع النسيج، وخذينا إجراءات اللي من شأنها باش تدعم القطاع هذا اللي يعرف بطبيعة الحال فقد تراجعنا بعد ما كنا الخامسين ولينا التسعين. إعادة تموقع القطاعات التقليدية اللي عندها حضور وعندها معنى كومبيتيتيفيتي، هذا نجم يخلينا نلقاو موقعنا على مستوى مزيد رفع التصدير نحو ملاحظة هامة جدا. في نفس الفترة في 2010 كانت احنا 9 مليار أورو تصدير لأوروبا، والمغرب 8 مليار أورو. في 2018 احنا ولينا من 9 تحولنا ل 10، والمغرب تحدى من 8 ل 18.5،
واللي هذا وعندنا نفس التموقع ونفس منوال التنمية ونفس ما تنساش انه المغرب استقطبوا مؤسسات كبيرة دي كونستركتور اوتوموبيل اللي هما في فترة من كنا ما نجموش نعملوا. احنا قعدنا نتلاهاو في 6 ديزونج. هذاك علاش رجعنا لمناخ الاعمال وهذاك علاش خدمنا خدمة منهجية على 3 سنين باش نرجعوا في الترتيب نتاعنا في دون بيزنس وعملنا خطوة مهمة ولينا بارمي لي 5 برومي في افريقيا وفي العالم العربي في مناخنا في ثقتنا. يلزم المستثمرين يعاودوا يرجعوا لهم الثقة بالخطاب الشعبوي والشيطنة المؤسسات الأجنبية وشيطنة المستثمرين ماهوش باش ترجع الثقة ومش باش ترجع الاستثمار. ملاحظة أخيرة على أفريقيا، الناس اللي تقول لك سيب علينا أوروبا ونمشي لأفريقيا. أوروبا لا مش صحيح زوز، معليش نسيبوا علينا. لا حاشيك مش حسيتك أنت، أنا نحكي لك على برشا من الناس يقول لك أوروبا. أوروبا ب 500 مليون مستهلك تمثل 21% من البي بي مونديال. افريقيا ب 1.2 مليار مليون نسمه تساهم ب 3% من البي بي مونديال. لهذا نحافظوا على شريكنا الاستراتيجي اوروبا خاطر المستقبل مع هو ومع غيره. وصلت الفكره نافعه. شكرا لك. كنت هذه اسال النائب.